القضية في القضية باش نحكيو على البكالوريا، البكالوريا وأهميتها عند العائلة التونسية إن شاء الله بالنجاح، للتوفيق للشباب الكل اللي باش يدخلوا غمار امتحان البكالوريا. ولكن نحبوا نحكيو على بعض التفاصيل. نقولوا التعليم مجاني في تونس، ولكن الامتحانات الوطنية كما البكالوريا تتكلف على العائلة التونسية، تتكلف دروس خصوصية، تتكلف مراجع، تتكلف برشا وقت. الدرس ما عادش يكفي بالنسبة لبرشا عائلات وخاصة البرشا تلامذة. علاش الكلفة هذه المادية والمعنوية؟ نحب نفهموها ونفهموا أسبابها اليوم مع ضيوفنا. سي سليم قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، مرحبا. يفضلك أخت ليليا، شكرا على الاستضافة وألف مبروك على التميز الأكاديمي. شكرا. نفرحوا لصديقتنا وزميلتنا بالتأكيد، ونفرحوا أيضا المشهد الإعلامي اللي إن شاء الله يعود شيئا فشيئا لأهل وماليه. شكرا، بارك الله فيك سي سليم. وعلى الخط باش يكون معنا سي رضا الزهروني، جمعية أولياء التلاميذ اللي يمثل الأولياء والهاجس هذية والجري والنجاح. سي سليم، أول نقطة، استعدادات البكالوريا، حالة الاستنفار بين ظفرين اللي تدخل فيها العائلة التونسية، حالة طوارئ، هل هي حالة صحية ولا لا؟ ما تتعديش تخرج البيت هذيك أخوك ولا أختك يراجع، فما ناس ما عادش تتسوق، ما عادش تحل التلفزة وتدخل فك الجو هذيك الكل متاع التحذيرات. إلى حدود معينة هي حالة صحية وبل أقول ضرورية. نعم. احنا ديما نحكيو على ستريس، حتى في يعني في ثقافتنا تسربت الفكرة. نعم. وأنه ستريس حاجة خايبة، ستريس كيف نبلغوا فيه حاجة خايبة، ستريس كيف يولي كرونيك، يعني يولي متصل العام 12 شهر كما نقول وإحنا. نعم. حاجة خايبة، ولكن ستريس راهو هي ردة فعل طبيعية فطرية من الجسد ومن الذهن أيضا أو أمام ما يمكن أن يعتبر حاجة مهمة، تنجم تكون حاجة خطيرة، تنجم تكون حاجة، على كل حال لابد من الاستعداد لها كما ينبغي. إذا زاد على خاطر علاش نقوله هذا؟ خاطر ولينا نشوفه معناها نتعداه من النقيض إلى النقيض. صحيح ما يلزمش نبالغه في ستريس، ما يلزمناش نبالغه في الاستعدادات ونعطيه هيك الهالة الكبيرة، خاطر هذيك هي بيدها الهالة، هي تنجم تكون مصدر إضافي للستريس والضغط. نعم. خاصة على المترشح. ولكن زادة ما يلزمناش نبالغه من ناحية الأخرى في التهوين، لا حكاية فارغة وما عندها حتى شيء ومحسوب وكذا، خاطر توا شبابنا ولت عنده ذن باش يسمع الكلام هذا باعتبار وأنه فما برشا ملهيات، وهذا نقوله هذا واقع، هو مش مسؤولية شبابنا ولكن هذا واقعنا. عنا الليجو، عنا وسائل التواصل الاجتماعي، التليفون، الانترنت إلى غير ذلك، فديما لا إفراط ولا تفريط، لا في مسألة القراية والاستعدادات، ولا أيضا في مسألة يعني الترفيه والترويح عن النفس، يعني باعتدال الضغط هذاك الإيجابي اللي فيه المسؤولية وفيها كل الحافز والتحفز النفسي. فما كلام تكتب بيقولوا فما عائلات مثلا في فما مدن مثلا في صفاقس حتى الحركة التجارية تتأثر. صحيح المعطيات هذية؟ معناها فما ناس تعيش على إيقاع البكالوريا بالشكل هذا، ولا مازالت الناس تعيش بالشكل هذا على إيقاع الامتحان الوطني؟ هو الأكيد، وأنه وهذا حتى التقييمات الدولية بيزا وغيرها. نعم. تأكد هذا على المستوى الدولي أنه دور العائلة هو دور محوري في عملية التعلم والتعليم وفي نجاح هذه العملية بشكل عام. نعم. ونجاح التلميذ اللي هو في نهاية المطاف نجاح الناس كل. بطبيعة الحال هنا يدخل العنصر السوسيو ثقافي. نعم. كيفاش التقاليد التي تتوارث، وتونس بشكل عام ومعروفة من وقت قرطاج يعني. نعم. أرض تجل التعليم، ومن الوقت هذاك ومن زمان هذاك البو هذه أحداث معناها موثقة تاريخيا في نقائش وغيرها، يعني يبيع الهنشير ويبيع الفلوكة اللي هو بحار باش ولده يطلع. نعم. ويجي يهبط القرطاج أو بعد ذلك معناها مش باش يواصل دراسته. نعم. يعني التعليم في الأرض هذه متجذر، يعني فكرة المصعد الاجتماعي ما زالت موجودة، عندها بلاصة عند الجيل الجديد، يمنوا للقراية هي مصعدوا لتغيير الوضعية الاجتماعية اليوم. من ننكروش والناس كل تقريبا تتفق في هذا أنه الفكرة هذه يعني تراجعت في بعض الأوساط، وللأسف الأوساط هذه اللي تراجعت فيها الفكرة هذه هي أكثر الأوساط التي تحتاج إلى أن تؤمن بفكرة المصعد الاجتماعي. نعم. علاش؟ خاطر إذا كان أنا من وسط اجتماعي ربما متواضع. نعم. ونأمن
بالمسعد الاجتماعي ونأمن بأنه المدرسة والتعليم والتعلم هو المسعد الاجتماعي. مش نجتهد مش نبذل وعندي إمكانية على كل حال ما نسكرش على روحي الباب يقعد ديما الباب مفتوح، ولكن إذا كان فقدت إيماني هذايا هذايا مش يكون مدخل باش نتخلى باش يعني نفقد الدافعية، وهذا شيء يؤدي في نهاية المطاف أنه بالفعل وقتها يزيد المصعد الاجتماعي يتعطل وما تتوفرش البدائل يعني في نفس الوقت. بطبيعة الحال تولي البدائل شنو هي البدائل؟ السوق الموازية، الإجرام، التطرف، الهجرة غير الشرعية، الانتحارية، وهذا بطبيعة الحال ما نحبهوش. ولذلك نحن في أمس الحاجة أنه نمشيه اليوم وندرسه هالنماذج اللي ما زالت تشتغل. نعم. ونحاول نشوفوا شنية نقاط القوة متاحها ونحاولوا باش نعموها بشكل من الأشكال. نعم. نحاول باش نرسخوها نحافظوا عليها في البداية خاطر فما تراجع هذا يزن نقولوه وقلناه، ولكن أيضا نحاولوا باش يولي أنموذج لما لا وطني، علاش تقعد الحكاية مرهونة في جهة من الجهات أو في ثلاثة أو أربعة جهات في الجمهورية. واضح. وهيت نسمع رأي الولي من خلال جمعية أولياء التلاميذ سيريذا زهروني، نرحبوا به معنا على الخط. مرحبا سيريذا. مرحبا بك وبضيوفك وبضيفك. مرحبا. صباح النور. نحكيه على الامتحان البكالوريا، الأمهات، الأباء، دلال اللهوة، الاهتمام، تطويع حياة العائلة كلها الامتحان هذايا اليوم. أنت توافق على هذا الاتجاه ولا ساعات تهول شوية العائلة التونسية؟ والله في كل سنة دراسية ديما شهر الأخراني شهر ونص الأخرين هما من نهاية سباق، نهاية تعب، نهاية عمل، نهاية مجهود، معناتها حتى اللي يقرأ ماذا به يرتقي إلى سنة اللي بعدها، اللي عدي في السيزيام ماذا به ينجح، اللي عدي في السيزيام عندهم من المدارس النموذجة بينسور. هو نقول شيخ الامتحانات يبقى ديما امتحان البكالوريا، معناتها في على خاطر سيني مرحلة نقول محورية به مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، وينتقل المتعلم إلى ربما التعليم العالي أو التكوين المهني أو تكوين آخر، فهمت؟ دونك ديما هي الامتحان هذا هو معناتها لحظة مفصلية في مسار دراسي تعليمي متاع أولادنا وبناتنا. نعم نعم. فما بخلاف الجوانب المعنوية والاهتمام بالمرحلة المفصلية هذه، فما المصروف، الكلفة اللي هي على لسان كل ولي اليوم، وتقريبا ما عادش يبدأ من الباك، يبدأ من السنة الأولى، يبدأ من السنة الثانية، من اللي صغير ياخذ الاختصاص، والعائلة حتى اللي دخلها متوسط واللي تعتبر الدروس الخصوصية ضرورة اليوم. سيريدا، والله أنا أشوف ربما في التحليل متاع سي قاسم سي سليم يرى أنه العائلة هي العائلة سيريذا. نعم العائلة هي مقاش تؤمن بالمصعد الاجتماعي، معناتها وكأن العائلة معناتها تخلت عن رغبتها ولا الحق متاعها في المصعد الاجتماعي. وأنا بالعكس رأى أنه اليوم المنظومة التربوية التونسية مع الأسف فقدت قيمتها المجانية، مقاش عندنا مدرسة مجانية، مقاش عندنا مدرسة مصعد اجتماعي أي تضمن تكافؤ الفرص ما بين أولاد تونس وبنات تونس أين وجدوا ومتى وجدوا، الغني منهم أو الفقير، الميسور أو المعوز، اللي ساكن على الساحل واللي ساكن في داخل التراب التونسي. هالواقع هذا اندثر تماما. كيفاش سيريذا؟ فسرنا. رئيس الجمهورية البارح عمناول في يوم العلم قال كلمة وكلمة مفتاح، قالك باش تعرف خريطة الفقر في تونس احزر خريطة النجاح في الامتحانات الوطنية. معناتها اليوم باش انت تضمن نجاح ولدك ولا بنتك لازمك تتعهد بالاستثمار في مشروع التربية منذ سنواته الأولى. معناتها اليوم من الغباء انه نقولش نحضروا امتحان البكالوريا في الشهر الاخراني نتاع السنة الرابعة، مستحيل. فهمت؟ وقت باش تنجح في البكالوريا يلزمك تحضر من السنوات الاولى الابتدائي الاعدادي والثانوي، ويعرفوا انا توا في اغلبيه الحالات الناجحين يعرفوا رواحهم، راهو الناجح اللي ينجح في البكالوريا السنه الحاليه بالاكيد انه يعرف نسبه النجاح نتاعو حوالي 90%، يعرف روحه هو متمكن ولا ماهوش متمكن من 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 التحصيل المعرفي اللي يخليه ينجح ولا يخطر. شنو اللي يتقدم في الدروس الخصوصيه ما يتقدمش في الدروس العاديه في القسم؟ والله اجي اقول لك حاجه، انا راى انه الدروس الخصوصيه وكانها منظومه تربويه موازيه. معناتها اليوم
المنظومة التربوية العادية العمومية ونعرفوا الإشكاليات متاعها، الزمن المدرسي نعرفوا، الثقل متاع البرامج نعرفوا، الكفافة نعرفوا، نعرفوا أشياء عديدة، العنف نعرفوا، أشياء اللي تخلي التلميذ ما يقدرش باش يتحصل على ما يجب أن تحصل عليه من معارف. وكيف المعلم ولا الأستاذ ما ينجموش يقوموا بالواجب نتاعهم المطلوب، على خاطر أنت وقت تجيب قسم فيه 45 ولا 35 ولا 40 تلميذ وأغلبيتهم يجيوا بمستويات متدنية، المعلم ولا الأستاذ ما يقدرش مهما كانت العزيمة نتاعه، فهمت؟ وبالتالي رأوا أنه فما أطراف تلتجأ هي بيدها، هي تبرمج، هي تنظم المشروع الدراسي نتاع ولدها ولا بنتها، هي تركز على المواد الاساسيه اللي ولدها ينجم تعرفهم اساسيين للنجاح نتاعو، الكيفيه، الكم نتاع الساعات. معناتها وكأن اليوم عندنا منظومه تربويه بسرعتين، سرعه المتمكن من الفعل التربوي وعنده الامكانيات باش يجاري هالنسق هذا يوصل بنته ولا بنته ولد ولا بنته، مش باش ينجح بالباك برك، على خاطر فما ربما رغبات مرحليه اللي هي المدارس المؤسسه التربويه النموذجيه، معناتها يلزموا ينجح في السيزام، يلزموا ينجح في النظام، يلزموا يمشي ليسي بيلوت، يلزموا يكون من الاوائل على خاطر فما برمجه، ومن بعد ربما حتى يبرزوا باش يقرا البرة ويخدم البرة. معناتها يعني بالنسبه ليك سيدي ذا زهروني اليوم تقول الولي لقى روحه قدام انه لازم ينخرط في المنظومه هذه متاع الدروس الخصوصية باش يسكر على الثغرات متاع المستوى التعليم متاع التلميذ. هذا إذا كان لخصت هذا واقع، لكن واقع. الواقع هذا مرير. علاش خلينا نتفاعلوا معاك سيدي ذا سيسليم في النقطة هذه، معناها اليوم الدرس الخصوصي ما عادش خيار بالنسبة للعائلة، تتفق مع وجهة النظر هذه؟ في كثير من الأحيان هذا صحيح للأسف، غير مالا في نسبة النجاح، تغيرت من اللي بوليت العائلة تعطي أهمية للدروس، تغيرت نسبة النجاح؟ هذا ديما معناه ما نجموش نخرجوا يعني بإجابة تنطبق على الجميع. نعم. علاش؟ على خاطر أول شيء أنه اليوم الانطباع العام الموجود عند الأسر وحتى عند الأسرة التربوية أنه تلميذنا ما تلقاش ما يكفي من التكوين والتأطير. وكيف نرجعوا في السنوات، نحكي على الجيل هذا، نرجعوا للسنوات الفارطة، هاو كوفيد، هاو إضرابات مفتوحة وعشوائية اللي أجرمت في حق الجيل هذا، هاو تعطيل للدروس، هاو ما فماش أعداد، هاو ما فماش مواظبة، هاو إذن فهذا خلق لنا جيل عنده ثغرات. فما حاجة للدروس تكميلية معني بطبيعة الحال، والوعود اللي تقدمت سواء في خلال فترة الكوفيد أو خلال فترة الإضرابات المفتوحة أو غيرها، لا توا كيف نرجعوا للدروس متاعنا، تو نصلحوا تو نرمموا تو كذا، ما صار منها شيء. إذن احنا عندنا جيل عنده ثغرات في التكوين متاعه، بطبيعه الحال مش نمشيو نسعى ونحاولوا باش نوفروا او نكملوا هذايا في مسالك اخرى، باعتباره انه المدرسه العموميه ما وفرت لناش المسالك هذه، وباعتباره انه التلميذ نتاع المنظومه التعليم الخاص ما عندوش الثغرات هذه، وهنا نحكيوا على عدم تكافؤ الفرص. ولكن فما نقطتين، فما ساعه مش بالضروره فما ناس ما كملتش في الدروس الخصوصية ونجحت ونجحت بتميز. صحيح. فما النقطة هذه، وفما النقطة الثانية معناها اليوم مطلوب نحضروا ميزانية للدروس الخصوصية، لأنه الكلفة نحكيه على 2500 دينار حسب تقدير منظمة إرشاد المستهلك. وأكثر يقول الولي التونسي أكثر ساعات 2500 دينار يتحطوا في مادة واحدة، معناها مش في وهذا شيء معناها لا يطاق. نهيك وأنه يعني نوعية وجودة الدروس الخصوصية ماهيش الكل على نفس المستوى. احنا في الجمعيه التونسيه للجو التعليم عملنا بعض العينات ودرسناهم في السنوات الفارطه، وتلقى ساعات اقسام فيها تلامذة تقريبا بنسبه 100% يتلقاو في دروس خصوصيه في ماده من المواد. وكيف نجيو للنتيجه نتاع التلامذة هذوما في البكالوريا، نلقاو فما التلميذ او اثنين هو اللي تحصل على المعدل. يعني ما يكفيش وانه نوفروا في اموال طائله وعلى حساب الولي وعلى حساب ميزانيه الاسره وكذا، ولكن النتيجه ما هياش في الموعد. وقاعدين نشوفوا ايضا في السنوات الاخيره، وهنا ربما نفتح قوس مهم جدا، يعني المنظومات لي بلاتفورم نتاع التعليم والمراجعه عن بعد، اللي قاعده تاخذ وقاعده تستاثر في بمكان من بين ظفرين السوق، خاطر نحكيوا على سوق اليوم.
مردودات هذه البلاتفورم المنصات معنا عليها حتى فكرة. والأهم من ذلك نرجع شوية للرقابة. ما تخضعش للرقابة وراهو خلي نذكره نرجع شوية لبضعة سنوات ما مش العقود أنه راهو حكاية المنصات هذه راهي بدأتها وزارة التربية راهو بدأها المعهد الوطني المكتبية والميكرو إعلامية في أوائل الألفينات واليوم المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وغيره. يعني السؤال يطرح نفسه واللي كان يعني ينجم يكفينا ويكفي الأسرة التونسية مؤونة يعني هالمصاريف الطائلة واللي هي سوق معنا عليها حتى الفكرة. تو نحكيو على البدائل سيسليم خلينا نشوفه سيري ذا زهروني في نفس النقطة اللي هي الأسعار. اليوم نحكيو على أثمان بالحصة معنى الحصة بسبعين وبمية دينار فما برشة شطط هكا يقول الولي. أكيد أكيد هو الأرقام أنا نتذكر ثم ولية عمناول قيمة المصاريف اللي صرفتها على ولدها باش خذها الباك في حوالي 15,000 دينار معناتها عصبني معناتها بالحق بالمادة وبالحصة وبقدش من ساعة والكلفة معناتها أسعار مشتة اللي هي مش في متناول القدرة الشرائية متاع أغلبية المواطنين التونسي العائلة التونسية. تو أنا بالنسبة لي أنا فما جانبين من الدروس الخصوصية اللي يمسوني وأستأمنهم. الجانب الأول أنه لا أخلاقي علاش فما نسبة كبيرة من 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 متفاعلين قاعدين يستغلوا في الظروف هذه يستغلوا في العاصفة متاع الأولياء في التلامذة وربما يفرضوا أسعار يفرضوا كيفية تدريس اللي هي لا تليق بنقول أنا إنسان عنده مهمة ولا مسؤولية ولا معناتها رسالة التدريس. نعم. هذا الجانب الأولاني و بالتوازي عندي حاجة أخرى هو أنه اليوم هالشيء هذا يخلق في إقصاء البيئات متاع المجتمع التونسي اللي ما عندهاش إمكانيات خاطر اليوم وقتي نحكيه على 2500 دينار نحكيه على بنقوله أحنا معدل 300 ولا 400 دينار للوليد في الشهر وقتي تضرب أنت 400 دينار شكون في تونس اللي هو يخدم نقول شهر ما خلينا شكون ينجم يخرج من مصاريفه اليومية من مصاريفه الشهرية 400 دينار معناتها في الشهر. نعم. بالإضافة إلى الكلفة نتاع الحياة العادية الصحة. نعم. الماكلة الفاتورة سيريدا وبالتالي نعم نخلقوا أقصى ونخلقوا عرض تربوي عرض مدرسي بسرعة واحد اللي عنده متمكن واللي ما عندوش واللي ما يقدرش واضح هذاك علاش انا من بعد باش نرجع لك باش تعطينا البدائل اليوم شنو طالبين من الدولة من وزارة التربية وقبل هذايا باش ناخذوا الشارع التونسي شنو حكاية على الدروس الخصوصية على كلفة الامتحانات الوطنية في الروبورتاج هذايا ونرجع لكم. انا راها اختياريه خير خاطر ما نجيش نفرضوا على واحد باش يقراها بالسيف نجم يكون امكانياته ما تسمحلوش باش يقراها فهمت كان هو يحب يقرا الدروس الخصوصيه قرا سينو يقرا على روحه في الليسي العمومي وكا شوف اختياره علاش خاطر التلميذ ولا الاستوديان ولا اي طالب ما كان ينجم يقوي روحه اذا كان هو يحب يوصل اما اذا كان باش تفرض عليه البروف ما نجمش يعطيك الموتيفاسيون اللي نجم هو يقوى وحده لو كان هو طلب ولا حاجه اجباريه معناها كي البروف ولا معناها ما تقراش عنده يبدل معاك المعامله ويفرض عليك معناها اللي انت باش تولي تقرا عنده التلميذ اذا لقى روحه ينجم يقرا وحده ويدعم قرايته وحده ما غير ما يقرا وتجي تقبل ايتود وكل شيء وراه حاجه نيسيسير على الاخر حتى تعاون التلميذ بون لازم التلميذ يكون معمل على روحه ما يعملش كان على ايتود يسلم في الكور نتاعو او ميم طون معناتها يحضر الكور نتاعو وزيد يعمل على ايتود معناتها حاجه كومبليمونتير راه نيسيسير انا راها مش ضروريه حتى تعرف خاطر اي انسان ينجم مجهود وينجح معناتها من المشكل اللي في وقتنا توا وليت اغلب الاولياء تعمل على الدروس الخصوصيه ما عادش يعطوا فرصه لصغارهم باش يعملوا على رواحهم معناتها اذا كان تلميذ بطبيعته نشيط هو حتى ساعات النشيط يقول لك نحبوا يكون انجب من هكاك يقريوه والضعيف يلزمه يتود وتدهور نتاع تعليم بصفه عامه وكثره المواد ومواد اختصاص ولا ما عادش يمكن يعطيوها اكثر قيمه ولا ينجحوا بالمواد الاخرى مواد اختياريه كذا انا راه ضروري في اي بقعه في العالم النوسيون تاع ايتود ولات منتشره برشا ما تنجم تنجح كين كي تقرا ايتود ان طونك بارون نحكي معني فهمت ونشوف زيد عندي دي زامي دي بارون نشوف فيهم فيش قاعدين يعملوا فهمت قاعدين يصرفوا برشا على ايتود ويصرفوا برشا على لي فورنيتور ويصرفوا برشا زيد على لي بروجي ولا لي بروف يطلبوا دي بروجي ويطلبوا برشا حاجات اللي قبل ما كانتش هكايه
دونك توا ما نعرفش علاش وليت هكايا. ما عندكش فلوس باش تخلي ولادك؟ تو سامبلومون انا دايور عندي زوز في الجامعه وعندي ولد صغير في سانكيام بريمير قاعد نقري فيه في ليتيود. بصيف علي بون توا ولادي في الجامعه ما عادش يسحق ويتيود. تبقى بالنسبه للولاد فراهم 150 الف في الشهر. انا عندي شتى يقراو شتى يقراو ممكن شادخيني في الشهر اكثر من 1000 دينار. والله ما اكثر من 1000 ايتيت ومش عارف تخري ما تبدا ماشي. انا تعليم ماشي التعليم هذه غير كلمه ولا تقول. هذا التونسي ايش قال على كلفة التعليم الدروس الخصوصية كلفة الامتحانات الكبيرة؟ سي سليم قاسم كجمعية تهتم بجودة التعليم اليوم شنو تعليقك على اللي قالوه الأولياء العائلة التونسية؟ وهل أنه اليوم تعتبروا جودة التعليم لازمها هالدروس التكميلية هذية ولازم فما حلول وبدائل تتجه فيها المنظومة التربوية من أجل هالنقاط التكميلية هذية للبرامج؟ بالطبيعة ديما النبض الشارع راهو يعبر على الواقع. نعم. فاللي سمعناه والوجيعة اللي سمعناها والمؤاخذات اللي سمعناها يعني حتى واحد ما ينجم ينكرها وهي جزء من هذا الواقع. نعم. يبقى احنا علاش وصلنا للمرحلة هذه والأهم من ذلك كيفاش نجمو نتجاوزوها. تأثير أو مدى تأثير الدروس الخصوصية على جودة التعليم هات نتفهموا في البداية أنه ظهور الدروس الخصوصية هو مدين لضعف وغياب في بعض الأحيان جودة التعليم. يعني وكان جاء عنا تعليم جيد رغم عناش دروس خصوصية وهذا يعني بديهة من البديهيات. كان أنا يعني مرتاح وفرحان بالخدمة اللي تقدمها للمؤسسة العمومية ما فما حتى ولي في تونس تقريبا اللي هو مستغني على 400 ولا 500 ولا ملايين طوال نحكيه في دروس خصوصية. ولكن أيضا ما يزمناش أن نغطيه كما يقولوها عين الشمس بالغربال. في السنوات الأخيرة خاصة ولا فما تفاوت ما بين مؤسسة تربوية ومؤسسة تربوية ما بين أستاذ وأستاذ وما بين معلم ومعلم. وإذا كان أنا زاد ولدي ولا بنتي ربما لاعتبارات شتى التفاوت هذايا وأهمها الانتدابات العشوائية والضعف التأطير وغيره وغيره. إذن يتولي الدروس خصوصية كأنها جي باش تغطي وتسد ثغرات خلقتها المنظومة التربوية. نعم. بهذا الشكل راهو وهذاك علاش لازمنا نميزوا ديما وإحنا في الجمعية التونسية لجودة التعليم نقولوا نميزوا بين زوز أنواع دروس. نعم. خصوصية دروس خصوصية ما نتحرجوش وما نتحفظوش إجرامية مجرمة اللي هي تغطية على رشوة تغطية على بيع ضمائر تغطية على امتحانات على شراء أعداد وشراء امتحانات وهذه لابد من التصدي لها بكل قوة وبكل حزم. نعم. ودروس خصوصية تأدي في خدمات علاش خطر إذا كان أنا عندي يعني أستاذ مبدع أو أستاذة مبدعة أنا من مصلحتي كمنظومة تربوية باش المدى والتأثير متاع الأستاذ ذاك ما يكونش في حدود 40 ولا 50 تلميذ اللي هو يقري فيهم يلزم نطلعه ونحطه سور ان بيديستال ويعني نعطيه منصة باش يوصل التأثير متاعه هذاك لآلاف التلامذة التونسيين. نعم. عبر الرقمي وهذه الثنية اللي تخلات عليها للأسف الشديد ونأكد للأسف الشديد وزارة التربية التونسية وفتحت المجال لمنصات أغلبها ذو طابع تجاري بحت. احنا علقنا على موقف الولي التونسي من كلفة الامتحان هذية مع كنتي ومع سيريدا الزهروني ولكن نحب نقول لك التلامذة عندهم أراء أخرى. التلامذة الجيل الجديد في المنتديات متاعهم هاو شنو كاتبين؟ كاتبين انه هالدروس هذية يعتبروها أساسية وحتى فما موجة سخرية من الصغيرات هذوما يقول لك هاو بعد امتحان البكالوريا باش يخرج الإعلام الوطني ويقدم لنا نموذج التلميذ اللي نجح بامتياز دون دروس خصوصية وبالنسبة بالنسبة ليهم هذه طرفة. يعني اليوم انك تروج له خطاب تنجم تنجح دون هالدروس التكميلية ودون المنصات ودون المصاريف بالنسبة ليه ما هيش حاجة عصرية. حاجتين في النقطة هذه بالذات. اول شيء احنا ما ناش نقولوا نحيوا المنصات ونحيوا الدروس. احنا نقولوا خلي نوفروا المنصات هذه للجميع. نعم. وبجودة عالية. ولكن علاش نوصلوا احنا لمثل هذه الملاحظات؟ وهذا أيضا واقع. اليوم
نادر جدا التلميذ اللي يروح من المكتب مثلا يعني ياخو الراحة متاعه ويهز روحه هو وحده ويدخل البيت ويقعد يراجع إلى غير ذلك ويركز. اليوم خلقنا على امتداد السنوات الفارطة جيل أسيستي تعود أنه ما يقرأ كان ما فماش كون شدد له جنبه الولي وإلا الولي إذا كان لمن استطاع إليه سبيلا أو الدرس الخصوصي. يعني في 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 تمثلات شريحة هامة من تلامذتنا اليوم بالفعل يا يقرأ في القسم وأكثر من ذلك أنا مش نجيوها توا ولا يقرأ في الدروس الخصوصية خارج هزوز أطر هذوما باش هو يقرأ وحده وعنده من يعني الأوتونومية متاعه والتعويل على ذلك الاستقلالية بل أكثر من ذلك مثلا في الاستوديو قالوا لك على خطر يروح تعب يروح مخر يروح منهك من طول الزمن المدرسي مثلا هذا صحيح وهذا يطرحنا بطبيعة الحال احنا كيف رأينا نحكيه على الدروس الخصوصية نحكيه على منظومة التقييم ومنظومة التقييم ما تنجمش تكون معزولة على حاجتين أساسيتين هي الزمن المدرسي من ناحية توزيع العطل وغيرها وغيرها والبرامج من ناحية أخرى نعم. ولكن يعني وهذا يؤكد وأنه يعني معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية لهي بالمواعظ والإرشادات بالتأكيد ولهي وهنا نشوفه في يعني ردود فعل المعنيين أي. بالأمر الأوائل ولهي أيضا بالمقاربة الزجرية متاع وين نحب نعطيه مثال نشد زوز والثلاثة أسادة ونعاقبهم إلى الكلمة لسيريدا الزهروني جمعية أولياء التلاميذ سيريدا في نفس النقطة هذه التلميذ اليوم يعتبر الدروس التكميلية هذه اليوم جزء لا يتجزأ من منظومة النجاح والتعليم أكيد أكيد هو الكلام اللي قالوه هو معناته شوف ليليا اليوم كمسؤول أنت تقبلي ما تعرضت إلى الحلول كمسؤول اليوم عنا رأوا اليوم الكلام اللي نتكلموه ربما بنسبة مختلفة متاع العواطف كسوا نشحين منش نشحين دفعنا ما دفعناش كل واحد ربما عنده رد فعل ورد تفاعل لكن المسؤول عنده اليوم مؤشرات متاع منظومة تربوية تونسية مدرسة تونسية اليوم عندك 100,000 منقطع سنويا عن دراسة 50% من التلامذة متاعنا ما ينشحوش ويخرجوا أثناء المسار الدراسي اليوم نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية ما تفوتش في الامتحان وخاصة في امتحان البكالوريا ما تفوتش 20% مقابل 90% في أنظمة متوسطة الأداء. اليوم عنا الكلفة متاع الدروس الخصوصية هي عمال وتزيد ما هيش عمال وتنقص. اليوم عنا العنف منسوب العنف قاعد يزيد. دونك أنا كدولة ناخذ المؤشرات هذه وناخذ ما يتطلبه الوضع من إجراءات باش المؤشرات هذه نرجع بها بالتوالي عمليا شنو طالبين اليوم كمجتمع مدني نعم يلزمني نبدل البرامج يلزمني نبدل منظومة التقييم يلزمني نبدل الزمن المدرسي يلزمني نعمل سياسة معناتها حكيمة في التصرف المواد البشرية يلزمني حوكمة أخرى يلزمني منظومة جودة كما قلت نعم. مش كلام راهو الكلام هاني عملت بالفعل نعم انا وقت ناخذ في العديد من المرات يسالوني يقولوا لي والله الدوله عملت ايه قل انا اعطيني العلاقه التفاعليه باللي تعملوا الدوله بتعملوا والنتائج وصلت الماء ولا بلاد ولا هيئه والنتائج مع ذلك مدام رانا عندنا سنوات وسنوات واحنا نحكيوا في نفس الاشياء صحيح. في نفس اليوم وقت نسمع انا بوزيره عملت لجان باش تقيم النتائج متاع المدرسة التونسية انطلاقا من السنة المقبلة وهي من بنت المؤسسة التربوية اليوم أنا هني مش ولد المؤسسة التربوية في ما هوش ولد وقت نحكيه على ربما على مؤشرات نحكيه على موقع هالمنظومة التربوية في المنظومات العالمية ولا بزوان باش نعملوا لا ندوات ولا تقييمات وقت نقولوا احنا اليوم ما باش نعرفوا الواقع على المحلي زادة متاعنا انه التقييم اللي يجيك من برا من المنظمات مش كيما تعمل قراءة الواقع اليوم. الواقع كل الواقع هو يتأكد من إحصائيات 2014 عن توزيع مع أنت مكون المجتمع التونسي حسب المستوى الدراسي 51% مكونات المجتمع التونسي المستوى متاعهم دون الابتدائي نعم شكرا سيريدا سامحني نعتذر منك لضيق الوقت سيريدا الزهروني الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ أنا باش نستسمحكم عنا مواطن على الخط وهو ولي لتلميذ في البكالوريا سي عبد الرزاق مرحبا عايش كاسم تفضل مرحبا بك نسمعوك في اقل من دقيقه عبد الرزاق بن قبل كل شيء خادم روحي مرحبا بك موسيقية متقاعد قريت دور 40 سنه في المعاهد نعم عندك تلميذ في البكالوريا ان شاء الله بنجاح عندي تلميذ في البكالوريا قاري فيه تيود
لا يقرا فهمتني يقرا ما انا حبيت بسرع يقرا حاليا ما نعملش تيد انا فهمتني يخدم انا نقول احنا فتي بيراتو بمخو فتي كذا نتائج وباهي عمري ما نعملش تيد انا ضد الحكايه هذه فهمتني انا ضد فتي تيد وضد دفع الفلوس وضد بعد والنتائج لاباس راضي عليهم النتائج نتاعهم لا راهي فتي جي بي 12 جي بي 11 معناها عادي معناها من اللي تخلى شوف نعم. التعليم هو روح على الباس كل بنيه ملول من سنه اولى نعطيك انا ثم ناس ولده يقرا سنه اولى ابتدائي نعم فتعني قري انا تو في الخواصله يحب يبدا يقري فيه يبدا يقري فيه يزيد يعمل ويتي سنه نعم. اولى يزيد يعمل ويتي بدي مربوط لا يلزمو يجيب 13 لا يلزمو يجيب 20 فهمتني راهو شيء من الحنة وشيء مرضي فما اولياء زاد شجعوا الاداره التربويه على واضح إيه شكرا لك سي عبد الرزاق سي سليم في اقل من دقيقه الجوده تتقاس بالارقام بالنتائج بالاعداد والا فما مؤشرات اخرى نجم نقيم عليها التلميذ احنا باش نقيسوا ساعه بكل شيء هل نقيسوا انه احفظ بيت للمتنبي ام باش نقيسوا سافاسونديت طريقته في مهاراته الحياتيه وغيرها احنا اليوم قاعدين نقيسوا كان فقط في قدرته على حل مساله رياضيه اي انكور نعم. ولا على انجاز مقال ادبي او غيره لابد اذا من انه نعود بالعمليه التربويه ككل حتى تكون عمليه تربويه لابد يعني تقيس ونحط المؤشرات اللي تقيس كل هذه الكفاءات مش الكفاءات فقط المرتبطة بمادة من المواد نعم. هذا واحد اثنين لابد وأنه نمشي بعدد من المواد اللي هي مؤهلة لذلك المواد نعم. الفنية والاجتماعية باش نبعد على منطق الامتحانات كفاءات ومهارات وأرقام ومرجعيات وطنية شكرا سيسليم توضع وتنفذ سيسليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم نقطة الختام في قضية رأي عام تحيات كامل الفريق أنيس لوريمي ألفا بشير عمار جبالي فات مع بار حنان بربيع شاكر بالقاسم موني المجري ليلى الحسيني تلقاو غدوة إن شاء الله.